السلام عليكم، معكم مس آية. النهارده هنتكلم عن يونت 2 ليشن 1. احنا شرحنا جزء كده في الكلاس وعرفنا المقدمه يعني ايه سيركيولاتوري سيستم. ليشن 2 بيتكلم عن السيركيولاتوري سيستم اند سيركيوليشن. قلنا يعني ايه سيركيولاتوري سيستم، يعني ترانسبورتنج سيستم او ترانسفيرنج سيستم. يعني ايه بنسميه بالسيستم الناقل اللي بينقل اي حاجه في جسمنا عايزين ننقلها. وقلنا ان الاستراكشر بتاعته او قبل الاستراكشر بدانا في الفانكشن، عرفنا ايه هي الفانكشن اوف ريسبيراتوري سيركيولاتوري سيستم. قلنا اول حاجه بيعملها ان هو بيعمل ترانسفير اوكسجين اند فود اند ووتر تو اول بودي سيل. يعني لما الدايجستيف سيستم بيحول الفود انتو دايجستد فود، السيركيولاتوري سيستم هو اللي بينقله لكل البارتس اللي موجوده في جسمي. الاكسجين اللي بنعمل ريسبيريشن بتنفسه بندخله جوه جسمنا، اللي بيعمل ترانسفير ليه في كل البودي بارتس كان السيركيولاتوري سيستم. ايه كمان قلنا؟ تاني حاجه ان هو بيعمل كاري اوت او جيت ريد اوف، بيخلصنا من ايه؟ بيخلصنا من الكربون دايوكسيد، بيخلصنا من الويستس او الاندايجستد فود، اي حاجات هارمفول سبستانس مضره في جسمنا، مواد مضره في جسمنا هو اللي بيخلصنا منها. بيعمل لي ايه؟ جيت ريد اوف، بيخلصنا منها. ايه كمان عرفنا؟ ان السيركيولاتوري سيستم ده مينتيننج ذا بودي هيلث، بيحافظ على صحه الجسم، ان انا جسمي صحته تبقى حلوه. ازاي؟ لان هو بيديني اكسجين فوق فود دايجستد فود والووتر، الحاجات دي انا محتاجاها، وبيخلصني جيت ريد اوف او ايه، بيخلصني من ايه خالص؟ بيخلصني من الويستس اللي هي هارمفول سبستنس. بيخلصني من ايه كمان؟ بيخلصني من الكربون دايوكسيد اللي هيأذيني لو فضل في جسمي. تمام. بعد كده عرفنا ان الاستراكشر اوف سيركيولاتوري سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من الهارت، كومبوزد اوف هارت اند بلود فيزلز اند بلود. شرحنا الهارت وشرحنا البلود فيزلز. قلنا ان الهارت ده عباره عن هولو ماسكولار اورجان. يعني ايه هولو اورجان؟ هولو اورجان يعني الاورجان مفرغ من جوه، فاضي. وقلنا ان هو بيتكون من فور شامبر. قبل ما نتكلم في الشامبر قلنا ان احنا الهارت بتاعنا بيتكون من تو سايد، رايت سايد اند ليفت سايد. ده الرايت سايد وده الليفت سايد. قلنا ايتش سايد، كل سايد بيبقى فيه كام شامبر. يعني ايه شامبر؟ قلنا شامبر يعني روم، غرفه. قلنا عندي ابر شامبر ودي بيبقى اسمها اتريوم، وعندي لور شامبر ودي اسمها فنتريكل. فقلنا توتال ذا نمبر اوف شامبر ان ذا هارت كام؟ 4 شامبر، 2 في الابر سايد و2 ان ذا لور سايد. وبعد كده قلنا ان انا بيتكون من كام سايد؟ 2 سايد، ليفت اند ايه؟ رايت. قلت ممكن اسال واقول ذا نمبر اوف شامبر ان ايتش سايد كام؟ 2 chamber، لكن the total number of chamber كام؟ 4 chamber. قلنا ان في وول، هذا اسمها وول، جدار. الوول ده بيعمل لي ايه؟ separate between، بيفصل لي ما بين ال left side وال right side. قلنا between atrium and ventricle عندي حاجة اسمها valve. الفالف دي قلت لكم زي الجيت، البوابه، بتخلي البلاد يمشي من الاتريوم تو فنتريكل ان وان دايركشن، بريفنت ذا ريتيرنينج باك. وقلنا ان الوول ده ايه الفانكشن بتاعته؟ سيبريت بتوين ذا بلاد، بيفصل لي ما بين البلاد ان ذا رايت سايد اند ليفت سايد، بيمنع ان يحصل ميكسنج للبلاد اللي في الرايت اند ليفت سايد. ليه؟ لان هنعرف كمان شويه ان البلاد اللي في الرايت سايد مختلف عن البلاد اللي في الليفت سايد. اوكي، ده كان الهارت. بعد كده بدانا واتكلمنا عن البلود فيزلز، عرفت ان انا عندي 3 تايب من البلود فيزلز. قلنا ايه هي البلود فيزلز؟ لما ببص في جسمي والاقي في حاجات زي الكانلز، حاجات بيمشي فيها البلود. قلنا لما بتعور بلاقي في بلود خرج. قلنا الحاجات دي البلود بتاعنا، الدم في جسمنا بيمشي فين؟ بيمشي في بلود فيزلز. عرفت ان عندي 3 تايب من البلود فيزلز. ايه هما؟ عندي حاجه اسمها ارتريز، زي ايه؟ زي البولمونري ارتري وزي الاورتا. ده بيبقى ارتري، قلنا ان هو بيبقى سيك، بيبقى سميك تخين اند وايد وواسع، وايه؟ موف فروم ذا هارت او ايمرج فروم ذا هارت، بيخرج من الهارت وبيبدا لارج ذن بيجن يبقى ايه؟ سمولر 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 لحد ما ينتهي بالبلاد كابيلاري. وبعد كده خدنا ان انا عندي تايب تاني اللي هو الفينز. قلنا ان انا عندي تو تايب او عندي تو اكزامبل على الفينز، عندي بولمونري فينز وعندي فينا كافا. قلنا ان الفينز بتبدا بالبلاد كابيلري، تبقى بدايتها بلاد كابيلري وتبدا تكبر 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 لحد ما توصل انها تبقى ايه؟ فينز، وبتدخل انتو ايه؟ ذا هارت. بعد كده قلت ان انا عندي حاجه ثانيه اسمها بلاد كابيلري، والبلاد كابيلري دي عباره عن نتورك من تايني بلاد فيزلز. هي عباره عن شبكه زي النتورك بتاعت السبايدر العنكبوت، تبقى رفيعه خالص وصغيره خالص، وبتبقى في كل جسمنا بتوين ذا سيلز اند تيشو. طيب وبعدين قلنا ايه؟ ان هي بتعمل لي كونكت، بتوصل لي نهايه الارتري، يعني ادي الارتري نهايته الاند اوف ارتري وذ ذا بيجينينج اوف ايه؟ فينز.
يبقى انا عندي فين وعندي ارتري، الاند اوف ارتري والبيجينينج اوف فينز، ما بينهم في ايه؟ ما بينهم نتورك. النتورك دي كنا بنسميها بلاد كابيلري، وعرفنا الفانكشن لكل حاجه. عرفت ان البلاد كابيلري هي اللي بتعمل لي دليفر، بتوصل لي الكربون دايوكسيد والدايجستد فود، تعمل كاري اوت، بتخلصني من ايه؟ كانت بتعمل لي كاري اوت فروم كربون دايوكسيد اند كاري اوت ويست. تمام، هنبدا بقى النهارده نتكلم عن حاجه جديده، هنتكلم عن البلاد. يعني ايه البلاد؟ الدم اللي في جسمنا. يا ترى البلاد ده حاجه واحده ولا كومبوزد فروم سامثينج تاني، بيتكون من حاجات تانيه؟ هنلاقي ان البلاد بتاعنا بيتكون من 4 كومبوننت. ايه هما؟ عندي حاجه اسمها ريد بلاد سيل، ودي بيبقى لونها ريد عشان كده سميناها بالريد بلاد سيل. وحاجه تانية اسمها وايت بلاد سيل. يعني ايه وايت بلاد سيل؟ يعني بلاد سيلز موجوده عندي في البلاد ولونها وايت، اهي شكلها لونها ابيض. طب ايه كمان؟ احنا ممكن نرفعها كده، مش تنفع. طيب ايه كمان؟ عندي حاجه اسمها بلاد بليتلتس، بيبقى ده شكلها، وعندي حاجه اسمها بلازما. يبقى اول سؤال ممكن اساله واقول ايه؟ ذا بلاد كونسيست اوف، البلاد بيتكون من ايه؟ بيتكون من ريد بلاد سيلز، بيبقى سيل بس لونها ريد، وعندي وايت بلاد سيل، سيلز ثانيه بس لونها وايت، وعندي بلاد بليتلتس، دي هنعرف كمان شويه الفانكشن بتاعها ايه، وده بيبقى شكلها، وعندي بلازما. طيب خلونا نمسك حاجه حاجه كده ونفهم هي ايه، وبعد كده نقول جنرال بقى الجنرال فانكشن اوف بلاد. اول حاجه البلاد، الريد بلاد سيل، احنا قلنا ان هي لونها ريد وده الشيب بتاعها شكلها. الريد بلاد سيل بتكون ويزاود نيوكليوي. يعني ايه؟ يعني هي سيل ما فيهاش زي النيوكليوس، ما فيهاش نيوكليوي، ما بتعملش ديفيجن، لو خسرتها ما اقدرش اعوضها في جسم تاني. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ دي اللي بتعمل لي، دي اللي سبيسيفيك مخصصه لايه؟ ان هي تعمل لي ترانسبورت او تعمل لي كاري للاكسجين تو اول بودي بارت، هي اللي بتوزع لي الاكسجين بتاخده من التو لانج وتديه لجسمي كله. طيب ايه كمان بتعمله؟ كاري اوت او جيت ريد اوف، بتخلص جسمنا من ايه؟ بتخلصه من الكربون دايوكسيد، بتاخد الكربون دايوكسيد اللي في السيلز بتاعتنا وتطلعها للتو لانج. التو لانج اثناء الريسبيريشن والاكسهيلد اير، الهواء اللي بيخرج مننا في الاكسهيليشن بيخرج ثرو ذا نوز. تمام كده، يبقى الريد بلاد سيل لازم اعرف ان هي ويزاوت نيوكليوي، ما عندهاش نيوكليوي. ايه كمان؟ تعمل لي كاري اكسجين، بتاخد الاكسجين تو اول بودي سيلز. ايه كمان؟ كاري اوت او جيت ريد اوف، بتخلصني من ايه؟ من الكربون دايوكسيد ثرو ايه؟ ذا لانج. تمام، يبقى دي الريد بلاد سيل ما فيهاش حاجه. تعالوا نشوف الوايت بلاد سيل. الوايت بلاد سيل عكسها في ايه؟ هنا كانت ويزاوت نيوكليوي، هنا عندها ديفرنت فورم، عندها ديفرنت شيبس، اشكالها متعدده وعندها ايه؟ نيوكليوي. يبقى هنا ريد بلاد سيل ويزاوت نيوكليوي، هنا ويز ديفرنت فورم اوف نيوكليوي، شكلها اهو وعندها ديفرنت فورم اوف ايه؟ نيوكليوي. طب ممكن اعرف الوايت بلاد سيل ايه الفانكشن بتاعتها؟ هي اللي مسؤوله عن الديفنس اوف ذا بودي، بتدافع عن جسمنا. لو في اي ميكروب جه يعمل اتاك على البادي بتاعنا، هي مين اللي بتقف كده زي الجيش وتحميه؟ الوايت بلاد سيل. يبقى الوايت بلاد سيل هي اللي بتعمل ديفنس او اتاك ذا ميكروبس، هي اللي بتحمي جسمنا ضد اي ميكروب او ضد ديفنس دخل في جسمنا وايه هيتعمله. طيب ايه كمان؟ هنبدا بقى تالت كومبوننت عندنا في البلاد اللي هي البلاد بليتلتس. مالها بقى البلاد بليتلتس؟ انا بشوفها سمول سيل، ساعات بسميها فراجمنت، ساعات بقول عليها بارتس لان هي صغيره عامله زي البارتس، كاني جبت ورقه كده وقطعتها بارتس صغيره، فبنسميها اما سمول سيلز او بسميها فراجمنتس او بسميها بارتس. ماشي، ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ تعمل لي حاجه جميله جدا. انا لما بنتعور، لو انا مثلا ايدي اتجرحت او حد مثلا اي تعويره او جرح حصل في ايدي، مش بعد شويه بتبدا كده الجرح ده ينشف ويكون لي قشره كده او لاير ناشفه من فوق؟ مين اللي عمل لي كده في البلاد؟ الايه؟ البلاد بليتلتس. يبقى البلاد بليتلتس هي اللي بتكون لي كواجيوليشن. يعني ايه كواجيوليشن؟ بتكون لي جلطه على ايدي، ايدي الدم اللي بينشف ده نشف due to presence of A, due to the presence of blood platelets. تمام؟ اخر حاجة عندنا مين؟ البلازما. البلازما هي بيبقى لونها مدي على اللون اليلو، لونها مدي ايه على اللون؟ هي بتبقى عبارة عن فلويد سائل بس تقيل، ما اقدرش اقول عليه ليكويد لان هو عنده سكنس، سمكه عالي شوية، فبنقول عليه ايه؟ يلو ووتري فلويد. هو سائل تقيل شوية ومدي لونه على اللون الاصفر.
ايه كمان؟ البلازما هي اللي كل كومبوننت اوف ذا بلاد سسبندد ان ات. يعني مين اللي رابط لي الوايت بلاد سيل والريد بلاد سيل بالبلاد بليدلتس؟ كلهم مندمجين مع بعض في صوره البلاد. مين اللي ماسك كل الكومبوننت ببعضها؟ البلازما. يبقى البلازما عباره عن نيل ووتر فلويد. ماله يا مس ايه؟ اول ذا كومبوننت اوف بلاد سسبندد ان ات، كلهم متجمعين على ايه؟ على البلازما ان شاء الله يعني. تمام. ايه بقى الفانكشن اوف بلازما؟ البلازما كاريز نيدد فود اند سبستنس، هي اللي بتبدا بقى تنقلي الدايجستد فود تو اول بودي سيلز، كمان تعمل لي كاري اوت ذا هارمفول اند ويست سبستنس. يبقى البلازما بتعمل لي ايه؟ تعمل لي كاري اوت، بتنقلي ايه يا مس ايه؟ بتنقلي الدايجستد فود، الفود اللي احنا كلناه. ايه كمان؟ كاري اوت، وبتخلص جسمنا من ايه؟ بتخلص جسمنا من الويست والهارمفول سبستنس. تمام. ده كان البلاد. يبقى ان جنرال احنا خلاص اتفقنا ان البلاد بتاعنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 بارتس. ايه هما؟ كومبوز اوف ريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، بلاد بليتلتس، وبلازما. عرفنا الفانكشن بتاعت كل حاجه فيهم وانا بشرح. ابدا بقى عايز اعرف ان جنرال ايه هي الفانكشن اوف بلاد. احنا كده عرفنا كل جزء في البلاد مخصص انه يعمل ايه. يا ترى بقى البلاد كده يبقى لما نيجي نعمل ان جنرال بيعمل كل الحاجات دي. يبقى البلاد ده المسؤول عن ترانسفير او ترانسفيرنج ذا اكسجين اند كربون دايوكسيد. هو اللي مسؤول انه ينقل الاكسجين ينقل الكربون دايوكسيد في جسمنا، سواء بقى بيدخل الاكسجين او كاري اوت كربون دايوكسيد بيخرجه. ثرو ايه؟ من خلال ايه يا مس ايه؟ من خلال الريد بلاد سيل. وعرفنا ان البلازما هي اللي بتنقل الدايجستد فود وبتنقل الايه؟ كاري اوت، وبتخلص جسمنا او جيت ريد اوف ايه؟ بتخلصنا من الاندايجستد فود او بتخلصنا من الويستس اللي اتنضجت ايه؟ في السيلز بتاعتنا. طيب ايه كمان؟ عرفنا ان هو مسؤول عن الديفنس اند بروتكشن، بيحمي جسمنا وبيدافع عنه اجينست ايه؟ ضد اي ايه؟ اي ميكروب. زي ايه؟ زي الوايت بلاد سيل. ايه كمان بيعمل بروتكشن ازاي يعني يا مس ايه؟ ان انا لو حصل عندي هيلينج ووندنج، حصل لي جرح في ايدي او في اي جزء من جسمي، مين اللي بيساعد على الهيلينج اوف ووند؟ اللي بيساعد على التئام الجرح ده الايه؟ البلاد بليتلتس. خلاص كده يبقى ده كان البلاد. هنبدا بقى في حاجه جديده عايزين نعرفها. يا ترى يا مس ايه البلاد بيمشي ازاي ثرو اوت اور بودي؟ ازاي بيمشي جسمنا؟ البلاد بتاعنا بيمشي في جسمنا. انا البادي بتاعنا اهو، تمام، وادي الهارت بتاعنا. يا ترى السيركيوليشن دي بتحصل ازاي؟ ازاي البلاد بيمشي في جسمنا كله؟ نبدا الاول ادي البادي بتاعنا، ادي اور بادي. الاور بادي بيبقى مليان ايه؟ بالبلاد. احنا قلنا ان البادي بتاعنا كل جزء فيه لازم هيبقى فيه بلاد. يبدا البادي كله، البادي البلاد اللي موجود في البادي بتاعنا يبدا عايز يدخل للايه؟ للهارت. يا ترى هيدخل من الاتريوم ولا الفنتريكل؟ هيبدا يدخل من الاتريوم، بس من اي ناحيه؟ هيدخل من ناحيه الفينا كافا. تمام. يبقى يبدا البلاد بتاعنا انه يدخل تو ذا هارت ثرو ايه؟ ذا فينا كافا. تمام. يبدا الفينا كافا يدخل لي فين؟ في الاتريوم، الابر تشامبر اللي هي اسمها اتريوم. تمام. تبدا الاتريوم تعمل كونتراكت. يعني ايه كونتراكت؟ تنقبض. تمام كده. وهي بتعمل كونتراكت يبدا البلاد موف ثرو ذا فالف، يمشي جوه الفالف، ينزل على مين؟ على الفنتريكل، ويقفل. احنا متفقين ان الفالف ده عامل زي الجيت، البوابه، بيخلي البلاد يمشي من الاتريوم دو فنتريكل. يبقى تاني البلاد جه من جسمنا كله ثرو فينا كاف، الفين ده. تمام. دخل فين؟ دخل في الاتريوم. يبدا الاتريوم يعمل كونتراكت، يعمل كونتراكت، ينزل فين يعني يا مس ايه؟ هينزل في الفنتريكل. يبدا الفنتريكل كمان هيعمل كونتراكت، هيطلع فين بقى الفنتريكل؟ هيطلع للاتريوم؟ لا طبعا مش هيطلع للاتريوم، امال يطلع ثرو ايه؟ ثرو بالمونوري ارتري. يعني ايه بالمونوري ارتري؟ يعني ارتري ده اول، دايما ما احنا متفقين ان انا اول ما الاقي كلمه بالمونوري افتكر مين؟ افتكر التو لونج. يبقى الفنتريكل، الرايت فنتريكل، اول ما يبدا يعمل كونتراكت ذا بلاد موف ثرو بولمونري ارتري. البلاد بتاعنا اللي جوه الهارت هيمشي جوه البولمونري ارتري، واحنا متفقين ان البولمونري ده يا اما هيدخل للتو لانج او هيخرج من التو لانج. تبدا البولمونري ارتري موف تو تو لانج، هيدخل تو ايه؟ ذا تو لانج. تبدا التو لانج تاخد البلاد ده تعمل له فلتريشن. فلتريشن من ايه؟ انا عندي الرايت سايد ده البلاد اللي فيه بيبقى فيه اكسجين جاز، كربون دايوكسيد. البلاد اللي موجود في الرايت سايد بيبقى فيه كربون دايوكسيد. يبدا يحصل بقى ان البلاد ده لما يدخل للتو لانج يحصل له فلتريشن.
نخرج الكربون دايوكسيد during the exhalation ونبدل مكانه ايه نحط فيه اكسجين. فدايما بنقول ان البلاد اللي داخل التو لونج ده بيبقى اسمه دي اكسجينيتد. يعني ايه؟ يعني بلاد فيه كربون دايوكسيد. التو لونج خدت البلاد ده وعملت له فلتريشن، خرجت الكربون دايوكسيد بقى بلاد بس اكسجينيتد. يبدا يدخل ثرو ذا هارت. هيدخل منين؟ من الاتريوم ولا الفنتريكل؟ من الليفت سايد. هيدخل ثرو ذا اتريوم. هيدخل من اني جزء في الاتريوم؟ هيدخل في البولمونري ايه فين. طيب هو ليه سمينا بولمونري فين؟ لانه هو جاي لي من التو لونج. يبدا البولمونري فين يدخله في الاتريوم، يبدا الاتريوم يعمل كونتراكت ينزله يروح للفنتريكل ثرو ذا فالف من خلال الفالف. يبدا الفنتريكل الليفت فنتريكل يعمل كونتراكت يخرجه للايه؟ للاورطة. وانا الاورطة ده المرة اللي فاتت واحنا في الكلاس قلنا ان هو الاورطة ده مسؤول عن ايه؟ ان هو بيعمل لي بامب او بيخرج لي البلاد ثرو اوت ذا بودي. حتى كمان قلنا ان انا عندي الول بتاعه بيبقى مور ثيكنر ذان الايه؟ الرايت سايد. قلنا ان الفنتريكل اللي هو ناحية الليفت بيبقى عنده ثيكنر مور سيكنس، عنده سيكنس سمك اكتر. بصوا كده السيكنس بتاع الول بتاعه من هنا سميك عن الايه؟ اللايت. ايه السبب؟ لانه هو لما بيعمل كونتراكت بيخرج على مين؟ بيخرج على الاورطة. الاورطة ده بيعمل بوش ذا بلاد، بيخلي الدم يدخل ثرو اوت ذا بودي. فمحتاج ان هو يبقى عنده سيكنس ايه؟ قوي وكبير. تمام. يبقى تاني احنا كده خلصنا ازاي السيركيوليشن بتحصل في جسمنا. من جسمنا البلاد بيبدا يدخل للهارت ثرو فينا كافا. تبدا الفينا كافا تدخل على مين؟ على الرايت اتريوم. يبدا الاتريوم يعمل كونتراكت ينزل الفنتريكل ثرو فالف من خلال الفالف. يبدا الفالف يعمل كونتراكت يخرج على البولمونري ارتري. يبدا البولمونري ارتري ينزل على مين؟ التو لونج. التو لونج هتبدا تعمل فلتريشن للبلاد. كده البلاد بقى معايا فيه اكسجين بس. يبدا يدخل للهارت بتاعنا ثرو ايه؟ ثرو بولمونري فين. البولمونري فين ده اللي هو الجزء ده هيدخل على الاتريوم. طب لما يدخل الاتريوم يبدا الاتريوم يعمل كونتراكت يقوم نازل على الفنتريكل الليفت فنتريكل. ماله الليفت فنتريكل؟ بيعمل كونتراكت كمان يطلع على الاورطه. الاورطه تعمل بوش ذا بلاد، بتدفع الدم او بتخرج الدم ثرو اول ذا بودي لجسمنا كله. يبقى ده البلاد سيركيوليشن. طب ايه كمان؟ احنا اتفقنا خلاص ان الرايت سايد بيبقى فيه كربون دايوكسيد، انما الليفت سايد بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه اكسجين. ودايما بنسمي البلاد اللي في الليفت في الليفت سايد اكسجينيتد بلاد. يعني ايه اكسجينيتد بلاد؟ يعني بلاد فيه اكسجين. طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عنها ان شاء الله هاو كان يو مينتيننج او كيب ذا سيركيولاتوري سيستم هيلثي. ازاي نحافظ على السيركيولاتوري سيستم؟ طبعا ان انا لازم اعمل اكسرسايز، امارس تمرينات. تمام. ايه كمان؟ ايت هيلثي فود. لازم اكل هيلثي اند بالانسد فود، اكل وجبه صحيه. ابعد بقى عن الفاست ميلز والحاجات دي اللي فيها دهون وحاجات نشويات كثيره. طب ايه كمان؟ ايت مور فريش اند اوف فروت اند فيجيتابلز. اكل فاكهه، اكل خضار بس تكون فريش، ما كلش حاجه بايظه. ايه كمان؟ drink suitable amount of water، اشرب كميه مناسبه من الميه. ايه كمان؟ ابعد avoid smoking and smoker، ابعد عن التدخين واللي بيدخن لانه هيأذي السيركيولاتوري سيستم. وبكده يكون السيركيولاتوري سيستم خلص، واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكونوا فهمتوا. السلام عليكم.